في أسواق النفط استمرت الضغوط على الأسعار لتقترب من النزول دون مستويات 64 دولارا لخام برنت بعد أن جددت السعودية رفضها لمقترح خفض إنتاج منظمة أوبيك. سعر خام برنت حاليا يسجل استقرارا عند 64 دولارا 28 سنتا، وهذه نظرة أيضا على الأمريكي الخفيف الذي يتراجع 13% ويهبط إلى مستويات 60 دولارا 75. أما في أسواق المعادن فقد تراجع الذهب اليوم بأكثر من 14% إلى 1221 دولارا 27 سنتا، وهذه نظرة أيضا على سعر أوقية الفضة التي ترتفع 20%. أما في أسواق العملات فقد تخلى اليورو عن مكاسبه أمام الدولار بعدما جاءت بيانات ضعيفة عن استخدام المصارف الأوروبية لبرنامج القروض الذي طرحه المركزي الأوروبي. هذا اليورو دولار عند مستويات دولار 23.86. للمزيد عن تطورات الأسواق العالمية ينضم إلينا من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. أهلا وسهلا بك نور. لنبدأ من النفط، وشهدنا اليوم التراجعات الحادة حتى في أسواق المنطقة على خلفية النزيف المستمر في أسعار النفط، ولكن الطرح هنا نور، هل يمكن أن ننظر إلى التراجعات الحاصلة حاليا على أنها قد تكون محفزا للطلب في المرحلة المقبلة، وقد رأينا اليوم ارتفاع انفاق المستهلكين في نوفمبر على خلفية تراجع أسعار الوقود؟ نعم، هذا الشيء الذي كانت من يعني منذ زمن كانت تستشهد الاسواق نوعا ما بانه الحديث عن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيكون هناك في نهايه العام 2014، وهذا بالفعل نوعا ما الذي حصل، انه كان في لدينا نوع من السويتش او نوع من التغير الجذري. تذكرين عندما كانت مشكله اوكرانيا وروسيا في ذلك الوقت ذكرنا انها سيف ذو حدين، حتى مع التوترات الموجوده في روسيا واوكرانيا الا انه الاسعار قد تنخفض بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. في الوقت الحالي زياده الطلب غير موجوده على أقل بتوقعات أوبيك التي ذكرت يوم أمس أنه الطلب على النفط سيكون بأدنى مستوى له منذ 12 عام، أي أنه كان حتى بعد الأزمة المالية العالمية لم نشهد هذا الانخفاض. هذا الشيء يعتبر نوعا ما مخيف، فيما لو بالفعل شهدنا المزيد من التباطؤ الاقتصادي سنشهد المزيد من الانخفاض، لكن من جديد هذا الانخفاض سيؤدي مرة أخرى بالضرر بالعديد من الدول، سواء بالدول المحلية أو حتى الدول العالمية من ناحية أيضا الانفاق، وأيضا قد نشهد نوع من التباطؤ الاقتصادي بشكل كبير. لذلك قد يكون محفز، لكن بالنهاية يعني انخفاض الواردات أو انخفاض العائدات هو الشيء الذي سيؤثر سلبا بشكل أكبر من أن يكون هناك في يعني حاجة للاستهلاك بشكل أكبر. طيب نور، خارج الأساسيات المتعارف عليها سواء الطلب العالمي أو حتى وفرة المعروض، إلى أي درجة قد تلعب صناديق الاستثمار الحائزة على عقود النفط دورها في اتجاهات الأسعار مستقبلا؟ نعم، قد يكون لدينا هذا النوع من التحركات من قبل هذه الصناديق، لكن إلى الآن لا يوجد أي حديث عن ذلك أو حتى أي تحركات في الأسواق. على الأقل حديث وزير النفط السعودي خلال تداولات يوم أمس عن أنه لن يكون هناك في أي تعديل أو أي قص أو يعني أي تخفيض في الإنتاج حتى اجتماع أوبك المقبل اللي هو في يوليو. لذلك الآن من الآن فصاعدا ستكون التحركات بناء على الأرقام الاقتصادية سواء بالإيجاب أو بالسلب. اليوم شهدنا أرقام إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أو ارتفاع بالريتيل سيلز، لم يكن بسبب موسم الشوبينج أو موسم الأعياد أو البلاك فرايدي وغيره، إلا أنه كان بسبب ارتفاع مبيعات السيارات التي أضافت حوالي 1.9% لهذه الأرقام. لذلك من الآن حتى نهاية العام الجاري وحتى يونيو المقبل الأرقام الاقتصادية هي التي ستكون المحافز الأكبر لأسعار النفط، فيما لو شهدنا المزيد من التباطؤ العالمي سنشهد مرة أخرى أيضا انخفاض انخفاض أسعار النفط مرة أخرى، وهذا الشيء الآن يعني حتى الآن النفط يتداول عند 60-50 تقريبا، مستويات 60، فيما لو تم اختراقها ستكون هناك أيضا موجة مهمة جدا نحو الأسفل فيما لو تم اختراق هذه المستويات لأنها مستويات محورية جدا. طيب لنتحدث قليلا عن أوروبا نور، اليوم بيانات عن أن اقتراض المصارف الأوروبية جاء دون التوقعات ضمن برنامج المركزي الأوروبي المنخفض التكلفة، ما هي الأسباب برأيك؟ نفس السبب اللي كان في الـ LTRO الأول والـ LTRO الثاني، وبرنامج التمويل الأول وبرنامج التمويل الثاني. البنوك لا تريد إقراض الأشخاص، والأشخاص أيضا لا يريدون الإقتراض من البنوك. البنوك تريد الذهاب إلى سوق السندات يعني بشراء المزيد من السندات، وهو الشيء الذي يحصل الآن. وبنفس الوقت يعني لا يوجد هناك كفاية كبيرة من ناحية المستهلكين أو الطلب من ناحية المستهلكين على هذه القروض. هذا الشيء الذي يعني يبقي ماريو دراغي في حلقة وصل يعني مخترقة نوعا ما من أي
من أي ناحية أنه لا يوجد هناك بالفعل من يساعد في السياسة الحالية، سواء من الحكومات لم نشهد هذا الإصلاح الكبير أو الإصلاحات الجذرية في الاقتصادات الأوروبية، كما أنه المستهلكين إلى الآن لا يوجد لديهم شهية، وأيضا لدينا يعني اللي هي العقوبات من روسيا على الاتحاد الأوروبي الآن تشكل أيضا نوع من الضغط، فهذا الشيء قد يبقى من جديد محور الحديث عنه خلال الفترة المقبلة، وانخفاض أسعار النفط قد يؤدي بأوروبا إلى مرحلة ديفليشن أو انكماش معدلات التضخم من جديد، هذا الشيء أيضا سيؤدي إلى مزيد من التحفيز ومزيد من الإجراءات من قبل البنك المركزي الأوروبي. نعم، سنتحدث أيضا قليلا عن الصين نور. سمعنا اليوم عن رفع الإنفاق في الميزانية بحوالي 0.8%، كيف يأتي رفع الإنفاق في الوقت الاقتصاد أداؤه ضعيف؟ هذا من جهة، من جهة ثانية بالأمس كان هناك اجتماع لكبار صانعي السياسات في الصين وقالوا أنهم سيأتون بسياسات جديدة لتحفيز الاقتصاد، عن أي سياسات يتحدثون؟ نعم، السياسة الأولى اللي يتحدثون عنها في الغالب اللي هي ليس خفض أسعار الفائدة العامة كما حصل خلال الأسابيع الماضية ولا حتى الريبوريت ممكن أو اللي هي شهادات إعادة الشراء قد يتم تخفيضها، لكن أول شيء في الغالب ما سيحصل هي تخفيض الفائدة أو تخفيض الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية اللي هي الريزيرف ريكوايرمنت ريشيو، هذا الشيء غالبا ما سيحصل كبداية. رفع الإنفاق من جديد هو نوع من الاستيمولس باكج أو نوع من التحفيز الاقتصادي يعتبر جيد في الوقت الحالي، لكن التدخل الذي حصل من البنك المركزي خلال الفترة الماضية أو خلال الثلاث أسابيع الماضية من ناحية خفض أسعار الفائدة وخفض الريبو ريت وأيضا التدخل وعدم قبول البونز أو اللي هي السندات المقيمة بأقل من تريبل أي، هذا الشيء يعطي نوعا ما أن البنك المركزي يتخذ إجراءات استباقية لما قد يكون أو سنشهده خلال الفترة المقبلة من معدلات النمو قد تنخفض ما دون مستويات 7% والتي العالم سيعتبرها شيء من السلبية، لكنه لا ننسى أنه بالنهاية هي مستويات النمو لم تتواجد عند أي دولة لا بعد الأزمة المالية العالمية ولا حتى في الوقت الحالي، لذلك سيكون من جديد حتى التباطؤ في الصين لن يكون بهذا الشيء الكبير أو بهذا الشيء السيء جدا بالمقارنة مع باقي الدول العالمية. نعم، شكرا جزيلا لك من أبوظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. نحن سنكتفي بهذا في الاقتصاد ونعود مباشرة إلى ريتا لمتابعة آخر مستجدات السياسة. مباشرة إلى واشنطن نتابع جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يطالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مجلس الشيوخ باعتماد سياسة ضد داعش تتضمن تمديد الضربات الجوية لثلاث سنوات وألا تقتصر على سوريا والعراق بل تشمل كل أماكن التي تتواجد فيها داعش. إذن نتابع. إذن نحن نعمل على هذا الموضوع ليصبح ذو صلة، وما يجعلنا نعمل على هذا الموضوع هو من خلال